وجه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على المرسلين. استعملوا طريقة تطرش القوم من جهاز العكس لاستعمال في طريقة التنوين، ومن خلاله نربح الوقت في التخطيط. شرط يكون الشخص هذا يعرف تطرش التنوين واستعماله. التطرش مفيد في تكبير السرعة وحل المرض. ولكن قبل ما نبدأ في استعمال التطرش يجب أن نقوم ببعض الترتيبات، وهو أن الحاسوب نغير الناس الوقت للسباب أي باب أو باب، نتكون الشخصية أما يطلعناش الحاسوب وتصبح صورة مغيرة على الصورة. ندير مدة زمنية نتاع ما تفوقين 5 ساعات. ويلكم في التجربة. إذا كان شاهد البداية بحسب النقاط الأولى، عدنا هذه الزاوية تاع الصورة، مثلا شوفوا المقصد أي الوابين ومنذ من ذلك شجرة هذه الحالة نطقوا الحاسوب ونعاودوا نشعلوا ونشوفوا بلي الصورة ما قعدتش في نفس القيمة. الصورة راحت ريالية بحيث أن النطاق اللي عملناها في البداية صبحت الزاوية أبعد من الصورة. نفس الزاوية اللي عملناها الشجرة كذلك أبعد بمسافة 4 سنتيم ولا 5 سنتيم اللون، ولهذا نشوفوا أننا مع أنها الحالة الأولى تغير بتغير الحاسوب أنه ريديمار يعني عاود شغلناه من جديد، وبالتالي يجب ندير مدة زمنية نتاع ما تفوقين 5 ساعات، وبالتالي تولي مشكل بين واش بديت ومن بعد كي تشغلت واش بديت. الشكل تاع المنطقة يكون مليح وزين.